كما شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على محافظة المحويت استهدفت المجمع الحكومي وفرع مؤسسة المياه في مديرية شبام والنادي الرياضية في كوكبان. وكان العدوان استهدف المحافظة أواخر الشهر الماضي وقصف عددا من الجسور وطال كابلات الألياف الضوئية، حيث تسبب بتوقف 3 سنترالات فرعية وانقطاع كلي لخدمة الإنترنت عن المحافظة. كما جدد العدوان السعودي